وين رحتي اليوم؟ ما رحت لمطرح لانه جاراتي بالبناية اجوا لعندي. منيح اللي فكروا اخيرا يعملوا لك زيارة، يعني بالحساب هي صار لنا سنة كاملة ساكنين بهالبيت وما شفنا وش حدا منهم. صحيح، بس بتعرف سهلة انحرجت قدامهم كتير انا. وليش بقى؟ شو ليش؟ كلياتهم مفكرينك دكتور. ايه وين المشكلة يعني؟ شلون وين المشكلة يعني؟ بكرة عاجلا ام اجلا رح يعرفوا انك مالك دكتور ورح اقلب انا قد الكباية قدامهم. لا عيني، لا بتقلبي قد الكباية ولا قد الكوساية، نحن ما كذبنا على حدا. ايه بس تصرفاتك كلياتها بتوحي على انك دكتور، ولا تاخذني بهالكلمة يعني، هذا اسمه احتيال. هلا اذا كنت عم ساعد الناس وعم لبي نداء الواجب الانساني وعم فيد غيري بخبرتي ومعرفتي بكون عم بحتال. لكن شو إلا تفسير تاني غير هيك؟ يا عيني انا مالي مسؤول عن انطباع الناس عني، يعني اذا هن افتكروني دكتور فهذا مو ذنبي. شفتيني علقت ار مع الباب وكتبت عليها الدكتور سالم ابو الهدى. يا حبيبي والله هذا اللي ناقص. قلت شي للجيران، يا ناس يا عالم انا دكتور مختص صدميه، تعوا تفرجوا علي وتعالجوا عندي. هلا انت ما عم تعمل هيك، بس انت عم توحي لهم ايحاء. لا عيني لا ايحاء ولا بطيخ مبسمير، بس الناس بتعرف تميز منيح، يعني لو ما كان عندها احساس قوي انه خبرتي وعلمي ما بتقل ابدا عن خبره اي دكتور فاتح عياده ما كانوا ظنوا في هالظن. طيب خلص خلص خلصنا مثل ما بدك، انا اصلا عم بحكي من شان ادرك وقيمتك. بتحب اعمل لك شاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يا منيرة أنا 100 مرة صرت قايل لك إنه الشاي بعد الأكل ما بيسوى لأنه بيحرق الحديد الموجود بالجسم، فهمتي بقى؟ إيه لا تواخذنا دكتور، نسينا.